بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، أنا محمد عباس مدرس الجغرافيا. بالنسبة للوحدة الثانية أو الترم الثاني مكون من وحدتين اثنين. الوحدة الثالثة اللي هي سكان مصر، ودي بتتكون من ثلاث دروس. الدرس الأولاني اللي هو نمو وتركيب السكان، الدرس الثاني اللي هو توزيع السكان، الدرس الثالث والأخير المشكلات السكانية. بالنسبة للدرس الأولاني اللي هو نمو وتركيب السكان، أولا كيف يمكن الحصول على بيانات سكانية؟ بيتم الحصول على البيانات السكانية من موردين اثنين، المورد الأولاني اللي هو التعداد السكاني، والمورد الثاني اللي هو الإحصاءات الحيوية. التعداد السكاني بيشمل، هو عبارة عن عملية جمع وحصر شامل للسكان من حيث عددهم وتوزيعهم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم في منطقة ما في فترة زمنية محددة. ومصر تعد من أقدم الدول العربية والإفريقية التي قامت بإجراء تعداد سكاني، ويقوم بهذا التعداد جهاز محدد هو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. المصدر الثاني للبيانات السكانية الإحصاءات الحيوية. يتم تسجيل المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق من واقع السجلات الرسمية للدولة. يعني بمجرد ان حضرتك او حضرتك بتجيئي الى الدنيا من خلال الميلاد، بابا بيسجل شهادة ميلاد. محمد عباس توفى، بنسجل له شهادة وفاة. السجلات التي يتم فيها تسجيل المواليد والوفيات تسمى الإحصاءات الحيوية. المصطلح الثاني في درس اليوم هو نمو السكان. ما المقصود بالنمو السكاني؟ النمو السكاني هو زيادة عدد السكان في فترة زمنية محددة، وهذه الزيادة ترجع إلى سببين. السبب الأول زيادة طبيعية، والمقصود بالزيادة الطبيعية هو الفرق بين المواليد والوفيات. هفترض جدلا أن تعداد سكان دولة ما مليون نسمة، اتولد 1000، توفى 500، يبقى النمو السكاني في هذه الدولة إكوال 500 نسمة. يبقى بعد المليون هقول مليون و500 نسمة. هنا هذه الزيادة هي الزيادة الطبيعية. طيب، معدل الزيادة الطبيعية أو معدل المواليد في مصر مرتفع بصفة عامة. بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في مصر؟ يرجع ارتفاع معدل المواليد في مصر إلى ثلاث أسباب. السبب الأول ارتفاع نسبة الزواج المبكر. لو احنا ذهبنا إلى الريف هنلاقي إن نسبة الزواج بين البنات في الريف بيبقى في سن مبكر 14-15 سنة، وأنا عندي معدل اسمه معدل الخصوبة اللي هو معدل حالات الولادة التي يمكن أن تكون لدى المرأة منذ سن البلوغ إلى سن ما بعد الخصوبة. ارتفاع نسبة الزواج المبكر. رقم 2 ارتفاع نسبة الفقر. حد هيسأل يقول طب هو فقر يصاحبه زيادة في عدد السكان؟ أيوة، ولكن إيه السبب؟ لأن هم الغرض من كثرة الإنجاب هو مساعدة الأطفال اقتصاديا للأسرة اللي هم بيبقوا موجودين فيها. السبب الثالث في ارتفاع معدل المواليد هو ارتفاع معدلات الأمية والبطالة، لأن الأمية والبطالة مع زيادة الإنجاب وجهين لعملة واحدة، يعني الاثنين بيرتبطوا ببعض. كيف يمكن حساب معدل المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية؟ طيب، الجزء الثاني أو السبب الثاني في زيادة معدل النمو هو الزيادة غير الطبيعية. إذا كانت الزيادة الطبيعية هي الزيادة الناتجة عن الفرق بين المواليد والوفيات، وبصورة أدق زيادة عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات، فإن الزيادة الغير طبيعية هي الزيادة الناتجة عن الهجرة. وأنا عندي نوعين اثنين من الهجرة. هجرة داخلية هي هجرة السكان من المحافظات الطاردة للسكان إلى المحافظات الجاذبة لهم، وعندي الجدول ده هيوضح لك ما هي أهم عوامل الطرد والجذب السكاني. اللي هيحفظ الجزء اليمين اللي هو معدلات أو عوامل الجذب يعكسها هتبقى عوامل الطرد.
نيجي لعوامل الجذب بالنسبة للمدن. أنا بص على القاهرة، إيه اللي خلى القاهرة منطقة جذب سكاني بالنسبة لمناطق الريف المجاورة؟ رقم واحد، توافر فرص العمل. وهنا عمل كلمة فرص جمع. ليه؟ لأن أنا عندي الفرد في المدينة مش بيشتغل شغلانة واحدة، لا ده ممكن يشغل أكثر من فرصة عمل. يبقى رقم واحد توافر فرصة العمل. اعكسها الناحية التانية، إيه اللي خلاه جه من الريف إلى المدينة؟ قلة فرص العمل. السبب الثاني، ارتفاع معدلات الأجور. أنا عندي هنا لو هو اشتغل في الريف، ايه المهنة الوحيدة اللي هو ممكن يشتغلها؟ الزراعة. والزراعة ما بتدلوش الاجر المنشود، يبقى انخفاض الاجور. يبقى هنا في المدينة ارتفاع معدلات الاجور، هنا انخفاض معدلات الاجور. على الاثنين الاولانيين، توافر فرص العمل وارتفاع الاجور، ادى الى ارتفاع مستوى المعيشة، هنا انخفاض مستوى المعيشة. هنا قد تكون عوامل الجذب حد جاي من الريف علشان يدخل المستشفى يتعالج، قد يكون علشان يدخل الجامعة يكمل تعليمه، قد يكون بحثا عن مستوى ترفيهي أفضل. يبقى هنا توافر الخدمات الصحية والاجتماعية، صحية مستشفيات أو ما شابه ذلك، اجتماعية تعليم أمن إلى آخره. هنا قال لي تدهور الخدمات الصحية. أنت ممكن تروح للريف تلاقي القرية بالكامل لا يوجد بها إلا مستوصف صغير أو محدود بالنسبة لاختصاصاته. العامل الخامس والأخير، تركز الإدارة والحكم. إن شاء الله رب العالمين لما تطلعوا سنة تالتة هتعرفوا إن المدينة أو العاصمة أو منطقة القلب هي مين؟ المنطقة التي تتركز بها الحكومة ورئاستها. أين توجد جميع الوزارات؟ أين يوجد مقر الحكومة والحاكم؟ أين توجد منشآت الترفيه بأكملها؟ دور سينما، مسارح، مكتبات، معارض عامة إلى آخره. إذن أنا عندي عوامل الجذب خمسة، هقولهم مرة تانية وتعكسهم هتبقى عوامل الطرد. عوامل الجذب، وفرة فرص العمل، ارتفاع معدلات الأجور، ارتفاع مستوى المعيشة، توافر الخدمات الصحية والاجتماعية، تركز الإدارة والحكم ومنشآت الترفيه. طيب، من خلال اللي احنا قلناه في المقارنة اللي قدامك بين عوامل الطرد والجذب، ما هي أهم المحافظات جذبا للسكان؟ هو هنا بيقول القاهرة الكبرى. حد يعرف مين القاهرة الكبرى وما الفرق بين القاهرة والقاهرة الكبرى؟ القاهرة هي المدينة الأم أو العاصمة، وإن شاء الله لما تطلع سنة تالتة هتعرف إنها منطقة قلب والعاصمة. منطقة قلب لأنها منطقة صنع واتخاذ القرار السياسي. طب منطقة العاصمة ليه؟ تستقر بها الحكومة ورئاستها، تتركز بها سفارات الدول الأجنبية، المؤسسات الكبرى، السلطات الثلاثة تشريعية وتنفيذية وقضائية. إذن أنا عندي هنا عرفت مين القاهرة، فما هي القاهرة الكبرى؟ القاهرة الكبرى تشمل ثلاث محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية، هذا هو المقصود بالقاهرة الكبرى. من ضمن أيضا المحافظات الجاذبة للسكان الإسكندرية، محافظات القناة الثلاثة السويس، إسماعيلية، بورسعيد، المدن السياحية بسيناء، شرم الشيخ، العريش إلى آخره من المدن اللي انتوا بتروحوها في محافظتي سيناء الشمالية والجنوبية. إذا كانت هذه هي المحافظات الجاذبة للسكان، فما هي أكثر المحافظات طردا للسكان؟ المنوفية وهي إحدى محافظات الدلتا، محافظات جنوب الصعيد، وعلى سبيل المثال للحصر سوهاج وأسيوط. طيب، هل هناك نتائج تترتب على الهجرة الداخلية، يعني الهجرة من الريف إلى المدينة؟ طبعا، أول نتيجة بيقول ارتفاع معدل النمو السكاني.
ليه؟ السبب اولا الناس اللي هجرت من الريف الى المدينه، لما هيجي للمدينه هل يتنحى عن العادات والتقاليد اللي كانت معاه في محافظته؟ احنا عارفين ان يقاس مدى القوه بالنسبه للقبائل في الصعيد او العائلات في الصعيد بما يمتلكوه من ذكور. اذا لما هيجي للمدينه هينتقل بنفس العادات والتقاليد. فهنا بيقول لي ارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الذكور في المحافظات المستقبلة. ليه؟ لأن هاجي في المحافظات الطاردة هقول ينخفض معدل الذكور ويكثر معدل الإناث. ارتفاع معدل النمو السكاني ونسبة الذكور في المحافظات المستقبلة. رقم 2 ظهور العديد من المشكلات منها الازدحام والعشوائيات. ازدحام في كافة المجالات، ازدحام سكان في الطرقات، ازدحام في المواصلات، ازدحام على الخدمات، مما أدى إلى كثرة الضغط على المرافق العامة، صرف صحي، مياه، كهرباء إلى آخره، بالإضافة إلى ظهور العشوائيات. والعشوائيات هناخدها بالتفصيل مع مشكلات السكان. العشوائيات مدن بنيت على غير تخطيط. حاول كده تروح حي شعبي الدويقة، بعض مناطق من منشية ناصر مثلا، تمام؟ هذه المناطق مناطق عشوائية، حاول تحطها في دماغك وبعدين تذهب إلى منطقة بنيت على تخطيط، الرحاب، مدينتي إلى آخره، واعرف الفرق بين الاثنين. نيجي بعد كده قال لي وفرة الأيدي العاملة بالمحافظات الجاذبة. في المحافظات الجاذبة للسكان أي نوع من الأيدي العاملة أنا عايزه موجود، وفي نفس الوقت هي الأيدي العاملة دي جات لي منين؟ من المحافظات الطاردة للسكان. طب المحافظات الطاردة للسكان بيشتغلوا في إيه؟ الحرفة الأولى لديهم الزراعة. يبقى في الوقت الذي توفرت فيه الأيدي العاملة أدى ذلك إلى نقص الأيدي العاملة في الزراعة بالنسبة للمحافظات الطاردة. نيجي للهجرة الخارجية. الهجرة الخارجية هي هجرة السكان خارج حدود الدولة، أبرود، خارج حدود الدولة، من مصر إلى دول الخليج العربي، من مصر إلى دول الأمريكتين أو أستراليا. وهناك هجرة مؤقتة وهجرة دائمة زي الهجرة إلى دول أوروبا أو الأمريكتين. أولا السبب في الهجرة الخارجية، ليه الناس هجرت خارج مصر؟ رقم 1 انخفاض مستوى المعيشة وانتشار البطالة. خلي بالك كلمة البطالة اللي قالها في كلمة واحدة دي تحتمل العديد من المشكلات. بطالة يعني يرتبط بها الإدمان، يرتبط بها تجارة المخدرات، يرتبط بها ارتفاع معدل الجريمة، كل ده يندرج تحت كلمة انتشار البطالة. والكلام ده هناخده لما نيجي للمشكلات السكانية في الدرس الثالث. انخفاض مستوى المعيشة، لو أنا عملت المثل على نفسي، أنا مدرس سافر إلى دول الخليج، الله، طب ما هو هنا في مصر مدرس، برا مصر مدرس، ليه سافر؟ بسبب انخفاض مستوى المعيشة. يبقى أنا عملت كومبير، عملت مقارنة بين مرتبي في مصر ومرتبي خارج مصر، لقيت إن هنا انخفاض مستوى المعيشة إذا ما قورنا. وخلي بالك هنا أنا لما أجي أقول زيادة الدخل القومي، هل أقصد الدخل القومي لمحمد عباس المدرس ولا للدولة كاملة؟ الحقيقة هي للاتنين. ليه؟ لأن أنا عندي جزء من الاقتصاد بيقول تحويلات المصريين العاملين بالخارج. إذا أنا هنا رفعت مستوى المعيشة وقضيت على مشكلة البطالة. رقم 2 في الهجرة عدم توظيف القدرات العلمية. يا حضرات تعالوا نبص فوكس كبير جدا، نعمل كده زي زوم على الناس اللي هجرت. مين الناس اللي هجرت؟ احمد زويل. كم منه موجودين في مصر؟ 1. كم مجدي يعقوب؟ 1. كم هاني عازر في مجال هندسة الطرق اندر جراوند، مترو الانفاق وخلافه؟ 1. اذا اللي مشوا دول قدرات علمية لا يستهان بيها. إذا لو هو لقى هنا نفس الفرصة هل كان سافر؟ فبيقول لي عدم توظيف القدرات.
نيجي بعد كده نشوف عدد المهاجرين والرقم المرعب اللي قدامكم. عدد المهاجرين الى الدول العربية 3 ملايين نسمة. خلي بالك هو بيتكلم في مصر. 70% من الثلاث ملايين دول يعني 2,100,000 تحت من 20 إلى 40 سنة، يعني زهرة عمر الشباب أو فئة الأيدي العاملة. نيجي للتركيب السكاني. كلمة التركيب السكاني تصنيف السكان حسب 1، 2، 3، والرابعة هقولها لكم منفردة. التركيب السكاني النوعي ينقسم السكان إلى نوعين، ذكور وإناث، ونسبة الذكور في مصر أعلى من نسبة الإناث، ودي تعمل مشكلة في التركيب الديموغرافي إن شاء الله رب العالمين ناخدها في سنة ثالثة بتوسع. رقم 2 التركيب العمري. تقسيم السكان حسب الفئة العمرية، والسكان حسب الفئة العمرية ينقسمون إلى 3 فئات، أقل من 15 سنة وأكثر من 65 سنة. أنا ليه قفزت من النقطة الأولى للتالتة؟ لأن زيادة الفئتين الأطفال وكبار السن ترفع معدل الإعالة. كلمة واحدة. تعالوا نبص كده على النسبة بتاعتنا اللي موجودة في مصر. أقل من 15 سنة اللي هم أطفال 31.7، شيوخ أو كبار سن 6.2، الاثنين مع بعض ما يقرب من 40% تقريبا. تمام؟ طيب فئة الأطفال دي بعد كم سنة هتدخل تبقى فئة الشباب؟ هو بيحسب الآن فئة الشباب لقى 62.1%. إذن المجتمع المصري مجتمع فتي، وكلمة فتي أي يرتفع فيه نسبة الشباب. التركيب الثالث أو النوع الثالث من التركيب هو التركيب الاقتصادي. تقسيم السكان حسب الأنشطة الاقتصادية. نسبة العاملين في مصر تقريبا 23.3 مليون نسمة، 29% منهم يعني تقريبا الثلث يعملون بحرفة الزراعة. إذن المجتمع المصري مجتمع زراعي رغم وجود صناعة، تجارة، سياحة، خدمات إلى آخره، لكن غالبية العاملين يعملون بحرفة الزراعة. نيجي بعد كده من حيث التعليم أو التقدم التكنولوجي. الحقيقة النسبة اللي موجودة قدامي نسبة مرعبة. نسبة الأمية في مصر 30.1%، يعني كل 100 شخص عندي 30.1% أميين لا يعرفون القراءة والكتابة. تعليم متوسط 25%، يعني الربع. أعلى من الجامعي 2%. الحقيقة النسبة دي اللي هي التعليم الجامعي والنسبة دي نسبتين اتنين مرعبين. لما تبقى نسبة الأمية 30.1% وانا اقرا ان في النمسا احتفلت بمحو اميه قراءه النوتة الموسيقيه، وايه السبب ان انا بعمل كومبير بين مصر والنمسا؟ يا اخي غيرتي على ان انا عايز النسبه دي تنخفض. ده بالنسبه للتركيب السكاني. الدرس الثاني اللي هو توزيع السكان. مساحه مصر 1,000,000 كيلومتر مربع. تعداد سكان مصر حسب الكتاب 90 مليون، ولكن العدد الفعلي الآن يفوق 120 مليون، لأن احنا عارفين ان التعداد السكاني يجرى كل 5 سنوات. هو هنا بيقول يختلف توزيع السكان في مصر من منطقة إلى أخرى. أولا يتميز التوزيع السكاني في مصر بالتمركز الشديد. تمركز شديد. انتوا بتشوفوا اعلان في التلفزيون بيقول ان احنا كل 50 شخص عايش في متر. الكلام ده ليه؟ يعني احنا ازحم من المقابر. يعني في المقبرة انا ليا طولي، في الدنيا انا ليا اقل من طولي. تخيلوا يتميز التوزيع السكاني في مصر بالتمركز الشديد. انا جبت الكلام ده منين؟ بيقول ان 98.2% من جملة السكان يعيشون في أقل من 5%. طب النسبة الباقية من هنا كم؟ 1.8 يعيشون في 95%. طب هل الكلام ده صحيح؟
ما تسأل نفسك يا أخي وأنت مسافر، بمجرد إنك أنت تخرج من البوابة زي بوابة كارفور متجه إلى الساحل الشمالي، لحد ما توصل إلى الساحل مفيش بني آدم بيقابلك، كل ده فاضي. في حين إن في المناطق السكنية المزدحمة أنت بتسلم على جارك من البلكونة، 98.2% من جملة السكان يعيشون في أقل من 5%، بناء على اللي أنا قلته. إيه السبب في تمركز السكان في أقل من 5%؟ هو 5% دي مين؟ الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. يعني إيه؟ رقم واحد ماء، رقم واحد يتناسب السكان تناسبا طرديا مع كمية المية. يعني ايه؟ يعني ايه طرديا؟ يعني كل ما تزيد كمية المية يزيد عدد السكان. يا مستر يعني في الصحراء في سكان؟ ولكن يتناسبون مع كمية المية. هو في الصحراء مية؟ ايوه، في مناطق الواحات، الواحة منخفض في صحراء يروى بالمياه الجوفية، بس المياه الجوفية قليلة، يبقى السكان قليلون، يبقى تناسب السكان تناسبا طرديا مع كمية المية. رقم اثنين التربة الخصبة. الله، السكان حسب نوع التربة. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ يا حضرات أنا لسه قايل من دقيقة في الدرس الماضي إن 29% من سكان مصر يعملون بحرفة الزراعة. هل تقوم زراعة بدون وفرة مياه؟ طب مع المية هل تقوم زراعة بدون تربة خصبة؟ إذن الزراعة مرتبطة عندي بعاملين اتنين، المياه الوفيرة والتربة الخصبة، والاتنين موجودين في الوادي والدلتا. طب تعالوا هنا، قال لي هنا يرتبط بالتربة الخصبة. طيب كلنا عارفين ان الدلتا على شكل مثلث، شرق الدلتا يقربني من مين؟ من الصحراء الشرقية. غرب الدلتا يقربني من مين؟ من الصحراء الغربية. فهنا قال لي بما تفسر قلة السكان في الأطراف الشرقية والغربية للدلتا بلس الشمالية للدلتا. إذن الدلتا على شكل مثلث، شمالها وشرقها وغربها مناطق قليلة السكان. السبب، شمال الدلتا قريب من البحر يبقى ملوحة التربة، شرق وغرب الدلتا يقترب من التربة الرملية، والتربة الرملية نفاذية للمياه ما بتحتفظ بالمية، وقلة خصوبة التربة. يبقى هنا قلة السكان في الأطراف الشمالية والشرقية والغربية بسبب قلة المياه وملوحة التربة أو قلة خصوبة التربة. نيجي بعد كده المناخ، هل يتحكم المناخ في توزيع السكان؟ طبعا يلجأ السكان لسكن المناطق المعتدلة. في الترم الأول انت أخذت ان مصر فيها أربع أقاليم مناخية، أفضلهم إقليم البحر المتوسط، وإن شاء الله رب العالمين لما تطلعوا سنة تالتة هتعرفوا ان المناخ المعتدل يزيد من فعالية الأنشطة الاقتصادية، والمناخ المتطرف يقل أو يؤدي إلى التقلص بالنسبة للأنشطة الاقتصادية. تقلص يعني قلة الأنشطة الاقتصادية في الصحراء، المناخ متطرف، في أقليم البحر المتوسط المناخ معتدل. إذن يتركز السكان حيث الحرارة والمطر معتدل والمطر غزير، يتركز السكان في المناطق المعتدلة ويقلون في المناطق المتطرفة. كلمة متطرف تحتمل حاجتين، يا إما شديد الحرارة يا إما شديد البرودة، وفي الحالتين تؤدي إلى قلة فعالية الأنشطة الاقتصادية. التضاريس، ممكن أروح أتفسح في منطقة جبلية لكن ممكن أعيش فيها؟ أسألك أنت، لو أنا عينتك وزير للتربية والتعليم هتعمل مدرسة في مناطق سهلية منبسطة ولا في المناطق الجبلية؟ سهلية. هتعمل مستشفى في سهلية ولا في مناطق جبلية وعرة؟ سهلية. هتعمل طريق، وكلنا يشهد الآن النهضة بتاع طرق المواصلات اللي بتتعمل الآن، بتتعمل في مناطق سهلية ولا في المناطق الجبلية؟ سهلية. إذن أصبحت المناطق الجبلية محرومة من جميع وسائل التنمية، ولذا يتركز السكان في مناطق السهول ويندرون في المناطق الوعرة.
والوعرة أي الصعبة، وهذه الصفة لا توجد إلا في المناطق الجبلية. مناخ، تضاريس، موارد مائية، تربة، كل هذه العوامل كانت عوامل طبيعية.